فتون مايا؟ ما زعلتوا مني ما هيك؟ مراد بيك مسؤوليتي وقانونيا ملزم سلم اغراضه للست فتون. اكيد مفهوم. فرات بيك لؤي ممكن ما تقول بيك وقت يلي بتحاكيني بالله. طيب اخ فرات، معقوله انت سمحت بزواج نارين ومراد؟ إذا صار ما بيعني إنه أنا سمحت. لما طلبوا نارين لمراد، نارين كان لسه عمرها 15 سنة وأنا كنت بألمانيا وقتها، ودقوا لي ياخذوا الموافقة. أنا قلت لهم بكير يستنوا شوية لتكبر وعارضت، يعني بصراحة ما سمحت بهالزواج. بعدين بنت طلعت كتير بتحبه، وبدون ما أعرف كتبوا كتاب شيخ بالبلد وعملوا لنا عرس كبير كمان. مفهوم. زواجه ما طول ابدا، ونارين خسرت زوجها، والست فتون كانت موجوده مع كل هالصعوبات. مزبوط. مراد بهي الحاله بجوز ما يكون انتحر. يسلموا يا رجب. يسلموا. أنا ما عم أقول هيك، بس أنا اللي شاغل لي بالي إنه واحد بيعرف يسبح، إذا كان بده ينتحر ليش لحتى يرمي حاله من القارب؟ لما يحس حاله حيختنق، حيطلع فوراً على سطح المي. إذا هيك يعني بجوز انضرب راسه بشي شغلة. يمكن. بالنهاية رح نعرف أجوبة كل هالأسئلة لما نلاقي الجسة. إذا كان انتحار ولا حادث، وشو هي الطريقة؟ لأنه الشاهد الوحيد هو عدنان بيك، وهو عم يقول إنه انتحر.